أعتقد أن السؤال بيخص تأمين المؤتمر بالدرجة الأولى. في كلام كتير وفي ناس بيقولوا آراء كتير وفي شعور عام بعدم الطمأنينة للأسف أنه سايد في قطاع عريض من أبناء الشعب نتيجة الأحداث اللي بتحصل في كثير من مناطق القاهرة وغيرها من المحافظات. إنما بالنسبة للمؤتمر على وجه التحديد أحب أطمن كل السادة الحضور إنه من قبل 3 شهور فاتت بدأ في اتخاذ إجراءات أمنية دقيقة جدا طبقا لدراسات علمية على مستوى عالي جدا جدا جدا. صحيح قابلهم صعوبات غير متصورة لأنه للأسف الشديد أنه في ضروب بتحيط مدينة كفر شرم الشيخ. هذه الضروب الجبلية يعني بتمثل خطورة شديدة جدا. فعلا وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة وعلى وجه التحديد المخابرات الحربية اتخذت مجموعة من الإجراءات للسيطرة على هذه الضروب بنسبة أكثر من 90%. نتمنى إن شاء الله 2-3 أو 4-5% اللي ما يعني خارج عن إرادتهم ما حدش ينجح إن هو يتسلل منه. هذه واحدة. أيضا الساحل كان نقطة خطيرة جدا، ثغرة خطيرة جدا، لأن الساحل بيمتد لأكثر من 40 كيلو يمكن استغلالها بشكل أو آخر. ومع هذا بالتنسيق مع المخابرات الحربية اتحطت خطة منذ زي ما بقول لحضرتكم من 3 شهور بدأ في تنفيذها بالفعل، وأطمئن حضراتكم أن في سيطرة برضو مش أقل من 90% على الساحل. بقيت نقطة مهمة جدا اللي هي الحدود المصرية الإسرائيلية. وكانت الأمن متنبه جدا أنه بما أن إسرائيل وللأسف الشديد بعض القوى الفلسطينية بتسعى أو متعاونة مع فصائل التخريب أنها تستغل مثل هذه الظروف، الخلاصة أنه تم التنسيق مع الجانب الإسرائيلي بوضوح بحيث أن احنا النهاردة الممر اللي بيننا وبينهم تحت السيطرة المصرية. دي بقى أقول لكم بنسبة 200% مش 100%، فدي تطمئن تمام. كل الإجراءات اتخذت لتأمين شرم الشيخ بالكامل. الأستاذ محمد القصبي أثار نقطة خطيرة جدا اللي هي الطريق من مصر إلى شرم الشيخ. هو أهلا جمال بيه حبيبي. الطريق من مصر لشرم الشيخ هو الاستراتيجية بتاعت إدارة المؤتمر حريصة على إنه كل المدعوين يصلوا بالطيارات. إنما للأسف البعض خصوصا من المستثمرين المصريين هم في إدارة المؤتمر منظمة العملية بيختاروا أنهم هيروحوا بسياراتهم. أنا كنت أتمنى أن يكون في التزام من الكل لأن تأمين الطيارات أكتر بكتير من تأمين الطريق من مصر إلى شرم الشيخ. ومع هذا اتخذت بعض الاحتياطات الأمنية اللي أتمنى أنها تكون فاعلة بالنسبة لتأمين الطريق من مصر إلى شرم الشيخ. باختصار عشان ما ضيعش وقت حضرتكم أقول لكم أنه الإجراءات الأمنية المتخذة لتأمين هذا المؤتمر أنا شخصيا بأشهد وأنا لي 60 سنة خبرة في هذا المجال بقول لكم أنها فوق ما كنت أتصور بكثير جدا جدا جدا. هذا أمر يطمئن تماما. ومع هذا أنا رجل متحفظ جدا، ممكن يبقى فيه ثغرة أو اتنين، إنما حتى لا قدر الله لو حصل أي شيء من هذا القبيل هتبقى في حدود ضيقة جدا وغير مؤثرة بالمرة. عشان كده القائمين على عملية إثارة الاضطرابات في مصر
حارسهم نتيجة الحصار اللي اتعمل منذ أكثر من 3 شهور أنهم يثيروا الرعب داخل الجمهورية. حضراتكم شفتم أن كل يوم كذا حادثة على مستوى بعض المدن وخصوصا مدينة القاهرة. ده الهدف منه لأنهم فشلوا أن هم يخترقوا السياج الأمني اللي محطوط. لعلمكم في 3 سياجات أمنية معمولة على شرم الشيخ عشان لا قدر الله لو حد فات الأمن الأول ما يفوتش من الثاني ما يفوتش من الثالث. المشكلة أنهم الداخل نجحهم وأعتقد أنهم حينجحوا في الكام يوم اللي جايين أنهم يعملوا مجموعة عمليات الهدف منها التأثير في الرأي العام خصوصا في المشاركين في المؤتمر. أقول لكم حاجة مطمئنة جدا، أنا شخصيا كنت حريص أن أنا أعرف هل في أي من المدعوين اعتذر عن الحضور أو لا. الغريبة أنه حتى هذه اللحظة ما فيش ولا اعتذار من أي جهة رسمية أو دولية أو شخصية من كافة المدعوين اللي هذا المؤتمر. ده بيدي مؤشر إلى أنه بالرغم من ما حدث في الداخل ما فيش أي نتائج سلبية ليه على المدعوين للمؤتمر. دي شيء مطمئن جدا. أتمنى إن شاء الله إن ربنا يعديه على خير، وإذا في أي ملاحظة لأي حد ياريت يقولها لنا ونتعاون كلنا إن احنا نوصلها للمسؤولين بحيث يتدركوها. شايف قمم موجودة وكل بالتأكيد له ملاحظاته فياريت يقولها لي. ده من ناحية تأمين المؤتمر. طب سيادة اللواء ليه مدينة شرم الشيخ رغم ان هي يعني لها مخاطر الأمنية؟ هل لأنها واحدة من أفضل المنتجعات السياحية في العالم؟ لا 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 شوف لا. أولا في قاعة المؤتمرات اللي هناك مجهزة تجهيز عالي جدا 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 من أيام حسني مبارك بصراحة. ثانيا لأنها مدينة يمكن السيطرة عليها إلى حد ما فيما عدا سلبية الضروب، واعتقد ان تم السيطرة عليها بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. اي مكان اخر مخاطره اكتر. المسألة دي درست ما اتخدتش يعني بحذر لا 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 بالمرة. يعني من اكثر المدن اللي يسهل تأمينها واللي فيها تسهيلات تقدر تقيم فيها مثل هذا المؤتمر على هذا المستوى العالي.